حابين نعرف كده الساده المشاهدين، نتكلم ايه تفاصيل تسليم 300 مركب من الصيادين وتنفيذ المبادره الخاصه ببر امان، بيتم ازاي اختيار المستفيدين منها؟ تمام يا فندم. هو طبعا زي ما تفضلت حضرتك ده في اطار مبادره بر امان اللي اطلقها فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم التحالف الوطني لدعم العمل الاهلي التنموي. شرفتنا امبارح مع الوزير الدكتور نفين القباج لتسليم 300 مركب لمحافظه قنا واسوان والوادي الجديد والاقصر. الاختيار بيتم عن طريق ان احنا بنعمل ننزل الباحثين بتوع التضامن الاجتماعي، بينزلوا يعملوا يشوفوا الصيادين دول فين مقرهم في قرى محافظه الاقصر مثلا، بنشوفوا بنراجع الرخص بتاعتهم، هل هو عنده رخصه صيد او ما عندوش رخصه، هل عنده مركب قديم او شغال مثلا بيصطاد كده بالشبك باليد. بيتم عمل دراسة حالة وافية للمواطن ومدى استحقاقه عشان يكون هو أكثر استحقاقا وأكثر احتياجا لمركب الصيد. كمان المؤسسة اللي بتدعم اللي بتدي الحاجة دي مؤسسة صناع الخير، بتنزل برضه باحثينها بيراجعوا نفس الكلام على نفس الأبحاث وبيتابعوا الموضوع تاني، وبناء عليه بيتم اختيار الصيادين على هذا الأساس.